الاب والابن الروح القدس الان واحد امين. مشاهدينا الاعزاء، معكم في برنامجنا اعرف تراثك، والنهارده هكلمكم في لمحه خاطفه عن عائله اولاد العسال. وعائله اولاد العسال دول كان جميعهم متبحرين في العلوم الكنسيه وايضا علوم اللغات، فكانوا يتقنون اللغه العربيه وعلومها وأيضا اللغة القبطية بعلومها، وده سهل عليهم إن هم يترجموا الكتب بالقبطية، على الأخص قوانين الكنيسة وقوانين المجامع، وأيضا ينقلوا الإيمان اللي كان باللغة القبطية إلى الإيمان إلى اللغة العربية. الحقيقة وده كان في الأقباط في أشد الاحتياج لهذا الأمر، نظرا لأن الأقباط ابتدوا يتحدثوا بالعربية ويكتبوا أيضا بالعربية، فكانت هذه العيلة عائلة قديرة في نقل هذا التراث، مع الأخذ في الاعتبار بعض التحفظات على قوانين ابن العسال اللي نقلها من مجمع نقيا او قوانين مجمع نقيا، ولكن في هناك بعض القوانين الدخيلة الغير يعني واردة في المخطوطات القديمة جدا. وكانوا عايشين في القرن الثالث عشر الميلادي، وده كان وقتها الدولة الايوبية والحكم الايوبي اللي كان قبليه على طول الحكم الفاطمي، وبعد كده بعد الدولة الايوبية جاءت دولة المماليك البحرية. وطبعا في أثناء بقى دولة المماليك البحرية في نهاية القرن 13 كانت مصر بتموج في اضطرابات رهيبة نظرا للتصارعات والصراع على السلطة ما بين المماليك وبعضهم وما بين أهل مصر، وحدث يعني أمور مؤسفة دي ألقت بظلالها على حال الكنيسة وحال التيار الثقافي الجاري فيها. ولكن على أي من الأحوال كان العصر الفاطمي وما تلاه من العصر الأيوبي كان يعتبر جيد من ناحية الانتعاش وازدهار الثقافة القبطية والكتابات والترجمات و نساخة المخطوطات وتزيين المخطوطات، وان هذه العيلة كانت متخصصة في نسخ المخطوطات والكتابة و يعني جلب اعماق التاريخ واستحضار مترجم الى اللغة العربية، وكان ليهم برضو علم بالفنون المختلفة والخط او تزيين المخطوطات وتصوير المخطوطات والامور الثقافية الرائعة دي. بس احنا محتاجين ان احنا ناخد بالنا من شيء مهم، وهو ان ابن العسال كتب قوانين نقية واشتهرت باسمه، نظرا لان زود على مجموع القوانين العشرين اللي صدرت في مجمع نقية زود على قوانين تانية او جابها من مصدر تاني، ولكن تعتبر ايه مزورة. بيشرفني ان انا اقول اسماء هذه العائلة الكبيرة اللي كانت مليانة بالعلم ومليانة بالفنون ونساخة المخطوطات وترجمة المخطوطات القديمة من اللسان القبطي للسان العربي. فاولهم مؤتمن الدولة ابو اسحاق ابن العسال، بعد كده الاسعد ابو الفرج هبة طلة، بعد كده الصفي ابو الفضائل، بعد كده بعد كده بحب اقول برضو ان في هؤلاء الكتاب الكبار اللي من عيلة واحدة كتبوا كتب هامة. على سبيل المثال فان مثلا نلاقي ان مؤتمن الدولة ابو اسحاق ابن العسال كتب في كتاب اسمه مجموع أصول الدين، إنه ده كتاب لاهوتي، والتبصرة المختصرة في العقائد النصرانية،
وكتاب في آداب الكنيسة، وكتاب أيضا في خطب الأعياد السيدية وغيرها. دي بعض من كتب يعني. الأسعد أبو الفرج هبت الله كتب مقابلة للأناجيل باللغات اليونانية والسريانية والقبطية. كتب كمان مقدمة رسائل معلمنا بولس الرسول، وكتب مختصر كتاب يوحنا الدرجي وكتب أخرى. الكاتب الصفي أبو الفضائل كتب كتاب اسمه كتاب الصحائح في الرد على النصائح. كمان كتب كتاب اسمه نهج السبيل في الرد على من قدح في الإنجيل. وكتاب تاني اسمه الكتاب الأوسط، وهو اختصار لكتاب جامع اختصار القوانين المعروف بالمجموع الصفوي اللي ألفه سنة 1239 ميلادية، وعدة كتب أخرى. الكتب ديت فيها كتير من أمورنا اللاهوتية والعقائدية وقوانين الكنيسة، وأيضا تواريخ الأعياد وآداب الحضور الكنيسة والطقوس الكنسية. نشكر كثيرا حسن استماعكم إلينا.